إذا نسي المؤذن في أذان الفجر قوله الصلاة خير من النوم وانتهى من الأذان، فهل يعيده مرة أخرى؟ إذا إيش؟ إذا نسي المؤذن في أذان الفجر قول الصلاة خير من النوم وانتهى من الأذان، فهل يعيد الأذان مرة أخرى؟ يعيد الصلاة خير من النوم وما بعدها، يعيد ما نسي وما بعده من ألفاظ الأذان. نعم.